في السنين الأخيرة العالم كله بيتجه للتوسع في إنتاج واستخدام الطاقة النظيفة، خصوصاً مع الأحداث اللي حصلت الفترة الأخيرة ونتج عنها تقلبات شديدة في أسعار الطاقة العالمية، كمان أثرت بشكل كبير على سلاسل الإمداد الغذائية. ده غير طبعاً الأزمة الكبيرة اللي بيعيشها شعوب ودول العالم بالتغير المناخي اللي بتفرض على دول العالم إنها تقلل من استخدامها للوقود الأحفوري، وتقلل كمان من انبعاثات الغاز اللي بتسبب في زيادة معدل الاحتباس الحراري. عشان كده في اهتمام دولي وإقليمي بمؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة إيجيبت 2024، واللي شهد افتتاحه أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي في مركز المنارة في التجمع الخامس. هذا المؤتمر بيشهد أو بيشارك فيه 120 دولة، وبيناقش فكرة التحول للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات. والحقيقة أنه يمكن مصر كمان عندها تجربة مهمة جدا في موضوع الطاقة النظيفة ده تحديدا، وفي هذا الملف تحديدا، خصوصا أنه مصر بتعتبر من أعلى الدول العربية إنتاجا للكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. محمد، ده حقيقة جمانة، فعلا في خطة بيتم العمل عليها دلوقتي لزيادة حجم القدرات المولدة من الطاقة المتجددة والنظيفة بالشبكة القومية للكهرباء عام 2025. المستهدف أنه نصل إلى حوالي 15800 ميجا وات في سنة 2030، يكون الاعتماد بشكل كبير جدا على الطاقة النظيفة بنسبة تصل إلى 42%، وتنويع ما يعرف بمزيج الطاقة وتحويل مصر لمركز إقليمي ودولي للطاقة. إحنا ماشيين في الاتجاه الصحيح، عندنا مشروعات كبيرة جدا وعملاقة، أي حد ممكن يشوف المشروعات دي بعينه. مزرعة الرياح مثلا بجبل الزيت، مساحة كبيرة جدا بتولد الطاقة فيها من خلال طاقة الرياح. كمان عندنا في الجنوب تحديدا في أسوان بنبان، ده أكبر مشروع للطاقة الشمسية والطاقة النظيفة في العالم، مجموعة كبيرة جدا من الألواح الشمسية اللي موجودة في بنبان، مشروع عظيم جدا يا جمال. صحيح، الحقيقة أنه بجانب مزرعة الزيت ومشروع بنبان في كمان فكرة مشروع طاقة الهيدروجين الأخضر، وبالمناسبة مصر عندها فرصة كبيرة جدا عشان تكون مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، خصوصا أنه إحنا عندنا بنية تحتية قوية جدا حاليا واستثمارات مهمة في هذا المجال تحديدا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومصر بتتحرك بخطوات متسارعة وثابتة لتوطين هذه التكنولوجيا تحديدا اللي بتمثل مستقبل الطاقة النظيفة في العالم كله. مرة تانية بنصبح على حضراتكم جميعا صباح الخير والسعادة، وصباح الخير يا مصر.